السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الجزء الثاني من التجربة الأولى راح نتحدث عن الـ Impulse Response for the First Order System. بالجزء الأول تحدثنا عن الـ Step Response واستخدمنا كـ Input Signal لـ First Order System. المرة راح نستخدم Impulse Input ونشوف الـ Output شلون شكله. طبعا احنا في المحاضرة يعني بالكراسة المختبري موجودة الاشتقاقات راح تقدر تتوصل الى شكل الاشارة في الجزء النظري من التجربة. بالجزء العملي استخدمنا السيميلينك حتى نقدر نرسم الدائرة وننفذها حتى نشوف الاخراج. نفس الانظمة اللي استخدمناها بالجزء الاول بس هالمرة بدل ما ستيب انبوت راح نستخدم امبلس انبوت. المشكلة اللي موجودة بالسيميلينك انه ماكو دالة ادخال صريحة هي امبلس ولا رام طبعا. فراح نضطر ناخذ الستيب انبوت ونشتقها حتى نحصل امبلس. لانه مثل ما تعرفون الستيب انبوت هي واحد على اس فاذا نشتقها تصير واحد. بس هذه طبعا ما راح تعطينا امبلس دقيقة لان الامبلس المفروض تكون بالصفر قيمتها انفينيتي. فهذه طبعا ما راح تعطينا قيم حقيقية او دقيقة. الاشارات الثلاثة الخارجة راح ندخلها على مولتيبلكسر وندخلها على السكوب. اذا تلاحظون ما اخذت الانبوت دخلته ويا المولتيبلكسر والسبب انه الاخراجات مال هاي الاشارة جدا راح تكون جدا ضعيفة. واذا اخليت الاشارة هاي وياها راح ابد يعني ما راح تبين عندنا. طبعا هاي الطريقة الاولى اللي هي قلنا بها مشكلتين انه الامبلس مو موجودة واذا استخدمنا هاي الطريقة راح نحصل امبلس بس الاجابة مالتنا ما راح تكون دقيقة. الطريقة الثانية اللي هي الادق انه نستخدم الماتلاب سكريبت مباشرة اللي هو عن طريق نفس اللي عاز اللي استخدمناه بالنسبة للترانسفير فانكشن بالجزء الاول. بس بالجزء الاول استخدمنا اعاز ستيب هنا راح نستخدم اعاز امبلس. بعد أن نرسم الدائرة مطالبين بهذا الجزء أن نجد الإخراجات الثلاثة للأنظمة لما تي صفر أو تي واحد أو تي يساوي تي إس. فسوينا جدول مثل ما بالجزء الأول خلينا منها السيستم الأول السيستم الثاني السيستم الثالث وهنا السي أوف زيرو أوف وان أوف تي إس. طبعا هذه المعادلة النظرية اللي موجودة ونقدر عن طريقها نقدر نتأكد أنه النتائج مالتنا صحيحة أو خاطئة. السي اوف تي هي واحد على تي في اس ماينس تي على تي. خلينا نجرب. اذا هسه راح نروح للماتلاب ان شاء الله توجه على السيميلينك بعدها نفتح اللايبراري ونجيب الاشياء اللي نحتاجها. من سورس راح نجيب يونت ستيب. من كونتينيوس راح نجيب السيستم وراح نجيب المشتقة اللي هي الدريفيتيف. زين بعد عندنا السينك نحتاج سكوب ونحتاج مالتيبلكسر اللي هو راح نجيبه من السيجنال راوتينج. هاي الاشياء اللي نحتاجها. هنا المالتيبلكسر راح نخلي بيه 3 انبوت هنا نحتاج 3 انظمة. الاول راح يكون نص بواحد. الثاني راح يكون هو نفسه واحد بواحد. والثالث راح يكون واحد اثنين بواحد. ياخذ من نفس الانبوت. هنا لازم ننتبه انه الستيب تبدي من الواحد. اذا بدأت من الصفر فما راح تلحق المشتقة تشوفها. نشغل الدائرة وراح يكون الاخراج مالتنا بهذا الشكل.
هذه الصفرة اللي هي التي نص، الزرقاء التي واحد، والحمراء اللي هي التي اثنين. مثل ما قلت لكم تقدر هنا تضغط على السيستم وتكتب هذه الأسماء حتى تبين عندك بالإخراج بالأوسيلوسكوب، حتى ما تقدر يعني ما تتهي. إذن هذه نص، هذه تي تساوي واحد، وهذه تي تساوي اثنين. إذا خلينا الأسماء هنا وجينا هنا ورحنا على فيو ليجند راح تطلع لنا الالوان والاشارات. هنا راح تصير عندنا شغله لازم ننبه عليها جدا مهمه، لما نحسب الازمان والاشاره اصلا مشفته عندنا بواحد، لازم الرقم اللي يطلع لنا نطرح من عنده واحد. اضطرينا نشفتها بواحد على مود تبين الدريفيتيف. يعني هسه هاي لو رجعتها صفر ما راح تطلع عندي اصلا اشارة، ما راح تطلع عندي اشارة. مجرد انه ازحفها عن الصفر حتى لو مقدار بسيط راح تبين الاشارة. بس لازم من احسب الزمن اطرح من عنده هذا الشفت اللي موجود. بكل الحالات هذه ما راح تعطيني قيم دقيقة. ليش؟ لانه انا ما عندي امبلس ريسبون، امبلس انبوت. الامبلس انبوت لازم تكون بالصفر انفينيتي، وباي مكان غير الصفر قيمتها واحد. الحل شنو؟ الحل بسيط، انه نستخدم الماتلاب سكريبت. الامبلس ريسبونس كي 1 مثلا عندنا دالة اسمها كي 1، ترانسفير فانكشن معاملات البسط على معاملات المقام. الدالة مالتنا كانت الاولى معاملات البسط واحد والمقام نص بواحد. بكل بساطة هيش البرنامج راح ينكتب. إذا قلنا له ران راح تطلع لنا الإشارة بهذا الشكل. إذا أردنا نرسم الأنظمة ثلاثة في نفس الوقت، نفس الحالة اللي سويناها بالمثال بالجزء الأول من التجربة. clear all حتى أصفر الذاكرة، clear screen عندنا هنا نمسح الشاشة الأساسية مال ماتلاب. راح نعرف ثلاث أنظمة K1 K2 K3، كل واحد هذا بقى نص بواحد، هذا واحد بواحد، وهذا اثنين بواحد. hold all نستخدمه حتى نخلي الرسومات كلها تصير في نفس الصفحة، وراح نرسم ال K1 وال K2 وال K3. طلعت لنا الرسومات بهذا الشكل. بعد ان طلعنا الرسم راح نبدأ نجاوب على الأسئلة اللي موجودة بالملزمة. الأسئلة كالتالي: أول شيء يريد إخراج السيستم 1 والسيستم 2 والسيستم 3 بالصفر. مثل ما تلاحظون هذا الصفر، هذا إخراج السيستم الأول، وهذا إخراج السيستم الثاني، وهذا إخراج السيستم الثالث. تلاحظون أنه السيستم الأول اللي هو قيمة الإخراج مالته 2، السيستم الثاني 1، والأخير نص. إذا نجي نثبتها بالجدول، هذا 2، هذا واحد، هذا نص. طبعا هذا الشيء ما مستغرب، يعني ما تفاجئنا به. والسبب انه الدالة تقول سي اوف تي هي واحد على تي في اي اس ماينس تي على تي. لما تي صفر هذا المقدار مال الاكسبوننشال كله يكون قيمته واحد. اذا السي اوف تي راح يكون واحد على تي فقط، بما انه التي مال الدالة السيستم الاول نص، اذا راح يكون واحد على نص 2، والسيستم الثاني واحد، واحد على واحد راح يكون واحد، والسيستم الأخير بما أنه التي 2 إذا راح يكون واحد على 2 نص. نجي هسه نحسب الإخراج مال الأنظمة الثلاثة لما التي 1. نرجع للرسم مالتنا، نحاول نكبر الجزء الأول من عنده اللي هو هذا، هذا الواحد. ناخذ التاب، هذا بالنسبة للسيستم الأول، خليه يجي على صفحة. هذا السيستم الثاني، إذا طلعت عندك بعيدة حاول تدنيها بحيث تطلع لك أقرب شيء على هذه القيمة. لحظة، هاي صارت 0.99 وهذني 1.1، أوكي ماكو مشكلة، نزحف هذه هيجي. إذا صار كلهم بال 1.1. إذا السيستم الأول الكي 1
طلع الإخراج مالته 0.264، 0.264 إذا ثبتها 0.264. والسيستم الثاني 0.363. والسيستم الأخير K3.301. المطلب الأخير رايد الأوتبوت لما الأد تايم يساوي لنا TS، يعني لهذا السيستم الأول نحسبه بالنص، والسيستم الثاني نحسبه بالواحد، والسيستم الثالث نحسبه بالاثنين. إذا نرجع على الرسم، ناخذ داتا تيبس جديدة ونبدي بالسيستم الأول، المفروض نحسبه بالبوينت 5، هذه قيمته 0.726، وبالنسبة للسيستم الثاني اللي هو باللون الأحمر هنحسبه بالواحد، والسيستم الأخير اللي هو باللون الأصفر مفروض نحسبه بقيمته بالاثنين. هذه القيم الثلاثة اللي هي 0.726 وال0.363 وال0.182 نستخدمها حتى نخليها في الجدول مالتنا. أنا ثبتتها بهذا الجدول وراح تكون النتائج بهذا الشكل. وشكرا جزيلا لحسن استماعكم.